كعادته المونديال يقدم لنا في كل نسخة وجوهاً مميزة لبعض المشجعات على المدرجات، دائماً ما يخطفنا الأنظار، وهو ما حصل خلال مباراة تونس والدنمارك، حيث جذبت هذه المشجعة التونسية الحسناء انتباه الكثيرين خلال تواجدها في المدرجات بين آلاف الجماهير التونسية، ما منحها اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل، إذ شرع المهتمون بالسؤال عن هويتها، وبالبحث تبين أن هذه المشجعة تدعى إيا حاجي، وهي ليست بعيدة عن عالم كرة القدم، إذ تواجدت في المدرجات كمشجعة، وكونها زوجة لاعب كرة القدم التونسي الدولي السابق كريم حقي.